لقائنا راح يكون مع الصحفيتين صانعات للحياة، متحديات لظروف كثيرة، ودي يعملون بالعراق ويسوون تقارير. العراق يعني مش مثل الصورة في على التلفزيون، يعني العراق بصراحة يعني مختلفة. طبعا خليني أحييك على لغتك العربية. كثير ناس زموني على البيوت أو على الغادة. طيبين العراق. كثير طيبين. أمي هي كانت خايفة جدا لما أنا قلت أنا يعني أروح للعراق. إذن هذه الصورة يعني تختلف عن صورة الإعلام اللي يعطي الآخرين. يمكن أي. الصورة اللي تشوفتيها أكثر استقرار وأمن. كثير ظلم دار النساء العراقية وبس. خلونا نرحب بضيفتنا الأولى اللي هي لورا غادستين، وأيضا ضيفتنا الثانية هي بيشا ماجيد.